في داخل كل إنسان بناء يمسكه، يعني يمسك عينه في هذا المكان، وأذنه في هذا المكان، وأنفه في هذا المكان، وفمه في هذا المكان، ويده في هذا المكان، ورجله في هذا المكان، وقلبه وكبده ورئته وإلى آخره، في أماكنها مشتغلة جاهزة عاملة في داخل الإنسان بناء. البناء الروح هو الذي جمع هذا الشتات، المتنافرات المتناقضات، ولا العين عملها الرؤية والأذن عملها السماع، لا ربط بينهما. من جمع هذه الأمور؟ البناء الداخلي وهو الروح، بدليل أن روح الإنسان إذا خرج ذروه في هذه الغرفة يوما أكثر من يوم أسبوعا كله يتفسخ ويتلاشى. أين؟ ما هو السبب لهذا التفسخ والتلاشي؟ السبب لأن البناء الداخلي لهذه الأمور انهدم، وإذا انهدم البناء الداخلي انهدم كل الجسم. في آية كريمة الله يقول بالنسبة إلى نفس الكون نفس الشيء، يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أكو بناء في داخل هذا الكون. الواقع أن الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار والجبال والأنهار والأشجار وما أشبه كلها في داخل بناء داخلي. هذه الصور نحن نجدها في داخل هذه الصور بناء هائل، وذلك البناء هو الروح الحقيقي لهذا البناء. وإذا ذلك البناء انهدم هذا البناء ينهدم تلقائيا. البناء الداخلي هو الذي كان يقود عليا في نصف الليل المظلم إلى الخرائب يتفقد الفقراء. البناء في داخل الحاكم، البناء في داخل التاجر، البناء في داخل العالم. فالإسلام إذا بنى الإنسان بناء داخليا، بمجرد البناء الداخلي كل الحاجات تقضى. الحاجات لماذا الآن لا تقضى؟ لأن ماكو بناء في داخل المسلمين. إذا صار البناء في داخل المسلمين تلقائيا الإنسان يعطف على الإنسان، والإنسان يحنو على الإنسان، والإنسان يقوم بقضاء حوائج إنسان، والإنسان يخدم إنسان. عيسى المسيح وهو نبي عظيم بيده الكون، لأن الأنبياء بأيديهم الكون، إنه غسل أرجل تلاميذه، قال يا روح الله أنت؟ قال نعم، حتى تفعلوا بالناس ما أفعل بكم في المستقبل. بناء داخل، بناء التواضع،